السلام عليكم. اللازانيا، ايه قصة اللازانيا دي؟ احنا هنعملها مع بعض من الالف الى الياء، يعني عجينة وصوص وبشاميل. بس قبل اي حاجة خالص عايزة اقولك، لما بتقدمي صينية البشاميل او صينية اللازانيا على السفرة بتبقى حلوة طعما وشكلا وقيمة. طب احنا بنستغلى دايما باكت اللازانيا، طب ما تيجي نعمله عجين مع بعض. هنعمله ازاي؟ باسهل طريقة خالص. هنحتاج بيضتين، وهحتاج 3 4 معالق زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون، اي زيت عندك. وهحتاج رشه ملح، وهقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض، وهنزل بربع كوبايه ميه عشان اعجن بيها الدقيق. دي نبتدي بقى ننزل بالدقيق. قد ايه دقيق؟ كوبايه ونص دقيق ابيض، وهنحط عليه نص كوبايه دقيق سميد ناعم. ليه السميد؟ السميد هيديني عرق، وهيديني قوام للعجينه، وهيديني لون غامق شويه. بايدينا نعجن عجينتنا. بصوا العجينه لازم تبقى ناشفه كده، وهطلعها من البوله واتعامل معاها. اعجني فيها، انا عايزه عرق عشان تريحك في الفرد وتريحك في التقسيم. خلاص، ونرجعها البوله ونسيبها تستريح ربع ساعه كده لحد ما العجين يرتاح خالص عشان يرتاح معاكي في الفرد. طبعا احنا مش فاضيين العجينه، العجينه بتاعتنا بترتاح براحتها واحنا نعمل العصاج بتاعنا. هنحتاج ليه العصاج؟ يا خرابي، ده احنا هنحتاج حاجات كتير قوي. اول حاجه مبدئيا شويه زيت، يعني 3 4 معالق كده، وبصلتين كبار بقى متقطعين ناعم كده، ونعمل فش فيدوب هديها تشويحه بسيطه. وهنزل باللحمه. قد ايه لحمه؟ ربع كيلو لحمه يا جماعه، وهنعمل احلى صينيه لازانيا. ونقلبها. طب احنا شايفين مع بعض اضافات كتيره جدا هنحطها على اللحمه، نعمل ايه؟ لا، لازم اللحمه تخرج وتتخاصم مع بعض، تلاقيها على كل جنب كده، دي لوحدها ودي لوحدها، وبعدين كده ضيفي اي اضافات. اي اضافات هننزلها. واللحمه نيه بتعجن معايا اللحمه، بتخلي اللحمه مطبوخه، وانا مش عايزه ده. بس هنزل بشويه البهارات بتاعتي، بهارات لحمه، رشه بسيطه قوي من جوزة الطيب، نديها تقليبه، وننزل عليها بشويه الملح، رشة الملح كده. وبعد كده ظبطي خالص اهو. بصوا يا جماعة، اللحمة بتفرول معايا، وده اللي انا عايزاه. طب احنا هنضيف ايه على العصاج بتاعنا عشان نعلي الطعم ونوفر في كمية اللحمة؟ بشر جزر، وعندنا مكعبات بتنجانة، 2 3 زي ما تحبي، مقلية، مكعبات صغيرة مقلية. خلاص كده اللحمة خصمت بعض وكلها مفرولة اهي، حتى ريحة اللحمة طلعت عليا. طب هعمل ايه؟ انزل ايه الاول؟ يبقى الجزر الاول اهو، جزرة مبشورة كبيرة كده حلوة معتبرة، تخلي اللحمة طعمها مسكر وحلوة جدا معايا. بعد كده هنزل ببشر الطماطم. قد ايه طماطم؟ حبيتين ثلاثة براحتك خالص اهو. وننزل بقى بالصلصة، معلقتين صلصة عشان يدوني عصاج لون وطعم. طب احنا شايفين ان احنا قدامنا بتنجان مقلي، لا ده بياخد تشويحه في الاخر. هستنى لما اللحمه تتعصج مع الطماطم مع الصلصه اللي انا حطيتها وتبقى تمام، هنزل اخر حاجه بالبتنجان المقلي وخلاص على كده. احنا هنعمل دلوقتي بشاميل. بشاميل يعني لا هيكتل منك ولا هيتعبك ولا زيت ولا سمنه، حاجه سهله جدا. هنبدا بايه؟ هنبدا باللبن. حطيت لتر اللبن، وهنزل عليه بنص لتر ميه، وهحط مكعب المرقه، هيديني تيست حلو جدا ويعوضني الشوربه. طبعا احنا ما بنحطش اي اضافات على اللبن الا لما اللبن يغلي. بس عندنا العصاج بتاعنا خلاص، هننزل عليه بالبتنجان المقلي ونقلبه تقليبه ونطفي عليه.
تقليبة واحدة وخلاويص. خلاص كده نرجع بقى لمرحلة ايه؟ البشاميل. البشاميل هيحتاج مننا ايه؟ هيحتاج مننا الدقيق، الصينية مثلا 4 5 معالق دقيق، 4 5 معالق دقيق معانا، شوية مية وخلاويص. خلص البشاميل، قلبي بس الدقيق كويس قوي 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 في شوية المية او اللبن لو حابة علشان ما يكتلش منك ويعمل كلاكيع. خلاص اللبن بتاعنا بدأ، بصوا يا جماعة من الجناب اهو هيبتدي يطلع، هبتدي بقى اديله تعطيرة بسيطة، رشة بسيطة قوي من جوزة الطيب بتديله نكهة وريحة حلوة قوي. شوية الملح، وراعي ان انت حاطة مرقة، ورشة بهارات بسيطة برضو بتنكهه. طيب في ناس كتير تقولك لا ما تحطيش الا فلفل ابيض على البشاميل، اللي بيغمقه خالص يا جماعة ولا بيعمل اي حاجة، بس حاجات بسيطة كده، شوية فلفل اسود بسيطة، رشة بسيطة جدا. هننزل مع بعض كده بالدقيق بتاعنا وبسرعة نقلب. في ايه بقى حاجات عشان انت تقوي البشاميل بتاعك وتخليه قوي؟ في كريمة، في جبنة، في بضاية، في حاجات كتيرة لو انت عايزة البشاميل بتاعك غني يعني. بكده نكون خلصنا العصاج وخلصنا كمان البشاميل. ثواني هوريكم البشاميل بتاع اللازانيا خفيف ازاي. كده خلصنا العصاج وخلصنا البشاميل، هنروح نجيب العجينة ونفردها مع بعض. العجينة بتاعتنا يا جماعة ارتاحت وبقت زي الفل، شوية دقيق من تحت شوية دقيق من فوق وهنفرد العجينة بتاعتنا. بس قبل حاجة كده بصوا، قبضة يدي كده لا غنى عن قبضة يدي، ونديها تريحة كده، وبعدين رش الدقيق بسيطة عشان النشابة ما تلزقش فيها، وابتدي افرد. افردها بسمك بقى خفيف كده عشان تبقى اللازانيا تحفة معايا. هنتكلم برضو واحنا مع بعض ازاي نخزن اللازانيا. هنعمل المقدار بتاعنا ده ضعف، وبعد كده هتسلقيها في ميه وملح زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي. ايه تاني؟ هنجيب طبق حلو ونحط فيه كياس، وكل كيس ندهنه زيت، ونرص اللازانيا بتاعتنا ونخزنها ونفرزها قبل ما نستعملها بنص ساعه تطلع. خلاص كده نقطع بقى اللازانيا شرايح على قد الصينيه بتاعتك زي ما انت عايزه خالص يعني براحتك. في حاجه برضو عايزه اقول لك عليها، العجينه دي يطلع معاها معاكي منها احلى مكرونه. لو عندك المكنه خير وبركه، ما عندكيش المكنه اجتهدي زي ما احنا بنجتهد كده. كده خلاص بقت عندنا احلى شرايح لازانيا. هنبتدي نعمل مع بعض حاجه بقى حلوه نسلقها، ملح، شويه زيت في الميه، الميه بتاعتنا غليت بالزيت والملح اللي فيها، هنبتدي نسقط العجينه بتاعتنا مش كلها عشان ما تلزقش. واخده واخده، اول واحده طلعت معانا الحمد لله. خلاص يا جماعه ما خدتش 3 دقايق ولا دقيقتين في الميه اهو. خلاص كده طلعنا اول سلقه، هنبتدي نسلق كل الكميه ونبتدي نركبها مع بعض. اول حاجه هنبدا بكبشتين حلوين كده بشاميل في الصينيه بتاعتنا. طبعا الكبشتين دول بيحموا معاكي اول طبقه لازانيا. نبتدي وزعيهم كده، واللازانيا بتاعتك بصي انت محافظه عليها وحاطه طبقه اكياس وطبقه لازانيا تبقى معاكي زي الفل حتى لو هتخزنيها بالطريقه دي. ابدأي كده تمام، ونبتدي بقى العصاج بتاعنا الجميل اللي هو ما شاء الله من ربع كيلو لحمه. وزعي كل كميه العصاج كده بالتفاوي، عندك بقى جبن، موتزاريلا، شيدر، رومي مبشوره، رشه بسيطه كده برده بتدي طعم. ونبتدي نحط كمان طبقة لازانيا بالعرض، ونبتدي نحط شوية بشاميل صغيرة كده، البشاميل اللي بيطريها وبتحسي ان هي كلها جبن. ننزل بكل كمية العصال،
ونوزع. لو عايزه تعملي ثلاث طبقات مفيش مشكله، ورشه جبن يا ريت بقى موتزاريلا. اه هننزل بكل كميه البشاميل، نقرب الدنيا معانا كده عشان تبقى الدنيا سهله. انزلي بقى بالبشاميل الخفيف بتاعك الحلو ده، خلصنا اللازانيا. بس بقى ختامها لازم يبقى مسك. ايه هو ختامها؟ الجبنه. ونجري بسرعه على الفرن على درجه حراره 200، نحطها على الشبكه اللي في النص تاخد لون وخلاص على كده. ريحه اللازانيا تحفه. ربع كيلو لحمه وكوبايه ونص دقيق، عملنا احلى صينيه لازانيا. يا ريت الغدا بكره ان شاء الله يكون لازانيا. لو عجبتكم اللازانيا بتاعتنا لايك وشير، وتابعونا على الانستجرام واشتركوا في القناه بتاعتنا، واستنوني في وصفات جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.